السلام، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نفهموا شنو يصير في الميموار تاع الماشين وقت اللي نعملوا ديكلاراسيون تاع فاريابل ولا اوبيراسيون دو كالكول. الميموار تاع الماشين نتاعنا هي عباره على بيت كبيره معبيه بالكازي، لي كازي الكل عندهم نفس لا كاباسيتي، ونحنا عباره على عن كتب باش نخبيهم في البيبليوتيك هذايا. دونك كان عندي شويه كتب، ناخذ كازي نحلها نحط فيها الكتب نتاعي، وبعد نحط فوق منها اتيكيت باش بعد نجم نسترجع الكتب نتاعي ونعرف الكازي اللي خبيت فيه. وكان عندي برشا كتب وكازي ما يكفيش، نجم ناخذ كازي ولا اثنين ولا حتى ثلاثه حسب الكونتيتي نتاع الدوني اللي عندي. هذا بالضبط اللي يصير في الاورديناتور. كل فاريابل عندها نوع، وكل نوع نتاع فاريابل قديش يستحق من كازي باش يرفعوا ويخزنوا. اش نفهموا بعضنا شنو يصير في الماشين؟ وقت اللي نعملو ديكلاراسيون تاع فاريابل كيما نقولو int number equal 30، اللي يصير هو انه نمشي وناخدو بلاصه في الميموار، نجم تكون كازي ولا زوز، تو بعد نفسر بالكدا الحكايه هذيا. نحط فيها العدد 30 ونحط فوق منها اتيكيت نكتب عليها number باش من بعد كي نجي ريكوبيريها نلقاها ونتعدى. تو وقت اللي نعمل number equal 45 شنو يصير؟ نحلك البلاصه اللي خبيت فيها 30، نخرج 30، نحط 45 ونعاود نسكر الباب على روحي والاتيكيت باش تقعد كيما هي. وتوا كان نعمل نومبر ايغال نومبر بلس 1، كيف كيف باش نحلك الباب نتاع الكازي ولا لي دو كازي، نلقى فيها 45، نزيدو واحد يولي 46، ونعاود نسكر الكازي. دونك نومبر باش تولي فوق كازي مكتوب عليه 46. تو قرينا مع بعضنا لو تيب اونتي اللي هو الانت، لكن الانت هذايا عنده برشا انواع. فما الانت اللي استعملناه قبل، أقل فالور ياخوها هي إلا 2 قوة 31، وأكثر فالور ياخوها هي 2 قوة 31 إلا 1. فما الشورت إنت، كان أنا باش نخزن أونتي ويكون العدد نتاعو ما بين إلا 32768 وإلا 32767، نجم نخبيه في شورت إنت، ما نستحقش باش نعيط الإنت كامل. وكان عندي أن أونتي كبير برشا وماهوش في الانترفال نتاع الإنت اللي هو من إلا 2.31 قوة 31 و 2.31 إلا 1، نستحق نحطه في long long int. توا نرجع مع بعضنا للكود كالعادة، خلينا نفهم شنو هي هالحكاية. مش قلنا اللي الانت ما يقبل كان كالعدد اللي مكتوب قدامنا توا اللي محطوط في تيست اللي أنا سيليكسيونيته توا؟ كيف نكمبيلي وأنا قلت له سي أو تي لي تيست باش يخرج لي الفالور صحيحة؟ توا كان نزيد واحد بعد العدد هذاك ونقول له سي اوت، خرج العدد نيجاتيف، ادخل بعده خرج العدد غلط. توا كان نمشي بيه لبعيد ونزيدو ثلاثة من القدام باش يعطيني عدد ما يشبه جملة واحدة. علاش؟ على خاطرني عبيت كيما نقولو عندي كاز ميموار تقبل أربع كتب، حطيت فيها 20 كتاب، دونك دخلوا بعضهم تغفصوا. هذاك علاش لازمني نحترم لي كاباسيتي. توا بعد ما فهمنا اللي باش نلخص اللي حكيته الكل، فما كل تيب دو فاريابل قداش يستحق من بلاصه في الميموار. لي كاز ميموار الكل عندهم نفس الكبر، معناها انت مثلا مانيش ندخل برشا في الديتاي خاطر نعمل فيديو كامل يحكي على الحكايه هذيا وشنو هو هاللونجاج بينير اللي حكيت عليه في اول فيديو. لكن هنا باش نقول كان عندي عدد ما بين الانترفال هذا وهذا راهو انت، كانوا ما بين هذا وهذا راهو شورت انت، وكان ما بين هذا وهذا راهو لونج لونج انت. نتعداو تو شنو اللي يقول القائل تو انا باش نتيح في الريسك نتاع اني نغلط. علاش مش اي اونتي يعرضني نحطو لونج لونج انت ونبعد على الريسك اني يخرج لي عدد غلط؟ لهنا نقول لك لا. علاش؟ على خاطر اونديري انت عندك 5 كتب وكازي بركه يرفعهم، اش تعمل انت؟ تمشي تاخذ كازي ثاني، تخسر فلوس في شرين الكازي الثاني ولا في الكرين تاع الكازي الثاني، ومن بعد يقعد فارغ ماكش باش تستعملو. هذا غاسبياج نتاع فلوس. كيف كيف الميموار ما لازمنيش نعملو لها غاسبياج، ما لازمنيش ناخذ بلاصه من الميموار نحتكرها ليا انا وبعد مانيش باش نستعملها، على خاطر هذايا يخسرنا فلوس ويطيح في البيرفورمانس نتاع البي سي. وكيف كيف باش نعمل عليها فيديو كامله كيف نقدمو شويه. توا نحب نرجع معاكم لحاجه عملناها قبل الكود هذا، نصوركم تتذكروا وقت اللي حسبنا بخي توتال تومات. شنو اللي صار وقتها؟ استعملنا دبل حطينا فيه كيلو نص، استعملنا سوم التومات في اونتي وقلنا له
يخرج لنا الريزولتا. اللي صار هو تو سامبلومون عملنا سي اوت بري توتال، خرج لنا العدد اللي لوجوا عليه. دونك رابيل للحاجات اللي استعملناها. من بعد باش نعمل سي اوت باش يخرج لي 2175 الريزلت هذا صحيح. تو شنو رايكم نمشي وركزوا معايا باش نعمل هنا، باش نمشي نبدل السوم نتاع كيلو الطماطم باش نردو 1489 ملي، ونعاود نحسب بري توتال ونصنع فاريابل جديده اسمها بري توتال اون دابل ونعطيها فالور دابل. نفس لوبيراسيون لو بري فور كونتيتي عملتها في الزوز، لولانيه دو تيب انت والثانيه دو تيب دابل، وطلبت منه يفيشي لي الزوز. لولانيه شنو قال لي؟ قال لي 2233، والثانيه قال لي 2233.5. شنو هي الحكايه؟ نفس لوبيراسيون، مره خرجت لي عدد ذكي ومره خرجت عدد لي بالفاس. ريت شنو يصير وقت اللي تخبي فالور دو تيب معين في تيب اخر غلط. كيما نقولوا عندك دبوزة ماء في عوض تصبها في دبوزة أخرى صبيتها في كنسر نتاع خبز، اللي باش يصير انك باش تخسر المعلومة هذيك. يعني اللي نحبكم تركزوا فيه انه تركزوا برشا في الشوا نتاع التيب. كان انا عندي فالور افيرغول لازمني نحطها في فالور افيرغول ما نحطش في اونتي. شفتوا لهنا كيفاش من الاول زهرت لنا بالزهر نتاع الكالكول جي البرودوي نتاع تاع اونتي ودبل جي انت بالزهر في كآخر، كي بدلنا السوم ولا ما عاش انت ولا دبل. دونك خسرنا المعلومه نتاعنا. ان شاء الله الفيديو هذا فادتكم، ونتقابلوا في فيديو واحده اخرى.